وصلت للطاسات، ألف مبروك أول شيء. الله يبارك فيك ويخليك، الله يبارك فيك. جائزة المقر الصحفي. صحيح. حديثنا عن دور الجائزة في دعم الكتاب الصحفيين بشكل عام والجائزة. الجائزة كون أني أخذتها يعني فهذا يعتبر أنه حافز لي أنا لأستمر وأكون أفضل وأكون دائما على قد الثقة اللي منحت لي بتكريمي بهذه الجائزة. المنتدى بشكل عام بالجوائز المقدمة بكل هالفعاليات العظيمة هذا يعتبر حافز لكل إعلامي لكي يبدع، لأنه وطننا يستحق أننا يكون عندنا إعلام يرتقي بما يعني يرتقي بنفسه كإعلام ليصل إلى مستوى يليق بالوطن اللي إحنا نحمد ربي ونشكره على أنه من علينا فيه. المملكة العربية السعودية تستحق مننا أكثر، وإعلامنا يعني المنتدى أحد يمكن خطوات كثيرة الآن الإعلام ياخذها لنكون نليق بهذا الوطن كإعلاميين وكإعلام. يعني شوف هي ممكن نقول تختلف من كاتب لكاتب، لكن بشكل عام المقال يجب أن يكون مقال إيجابي، يعني إيجابي بمعنى أنه يعمل أو يتكلم عن أشياء تفيد الوطن بشكل أول، بشكل يعني المقام الأول يفيد المجتمع، يفيد الكاتب في مجال تخصصه أو يفيد المجتمع في مجال تخصص الكاتب، أنه يرتقي بوعي الناس يعلمهم، لأنه في أحيانا كثيرة الإعلام هو زي ما تقول اليد التي تقبض على كل مجالات الحياة. فأحيانا خاصة في ظل ما نعيش الآن إحنا من تحولات في الوطن، من تغييرات سائرة عندنا، الإعلام دوره كبير في أنه يوعي الناس لأهمية هالتحول هذا، لفائدته لنا، كيف إحنا نكون داعمين له. وطننا يستحق مننا كثير وأكثر مما إحنا نعطي، لذلك الإعلام يعتبر نعمة من ربي أنه وسيلة في إيدينا إذا كنا إحنا إعلاميين لكي نخدم هذا الوطن أكثر ونكون له جنود إعلاميين لخدمة الوطن والمجتمع. الرياض في الرياض عشق خالد في قلب ملك. هذا يتحدث المقال عن وفاء سيدي خادم الحرمين الشريفين، يعني أعطانا درس في الوفاء، درس في الارتباط بشيء هو أعطاه من عمره 50 سنة في كأمير لمدينة الرياض، كيف أنه الحنين لهذا المكان أمارة مدينة الرياض ومنطقة المصمك لما زارها، كيف أنه الحنين خلاه وفاءه وهو ملك وذو مسؤوليات كبيرة أنه يعود لي 50 يمكن ذكريات 50 سنة ماضية. الله يسعدك يا رب، شكرا شكرا.